زوادة اليوم. الله معكم. بخبروا عن مجموعة من التجار كان بدهم يسافروا بالصحراء، كانوا أصدقاء من زمن طويل، يعني كان يربطهم بين بعض صداقة متينة. قبل السفر فتشوا عن دليل من أهل البلد بيعرف الطريق كتير منيح، بيعرف وين في واحات وبيعرف كل الغابات الصحراوية. بلشوا المسيرة. بعد 10 أيام بيعترضون رجال مسلحين، بيخطفون، بيخدوهم بقلب الصحراء، بيوصلوا قدام تمثال كتير كبير، بيقولولن هذا التمثال يلي شايفينه قدامكن هو إلهنا العظيم، اليوم عيده، لحتى تقدروا تكملوا الطريق لازم تختاروا واحد منكن لنقدموا محرقة لإلهنا. اجتمعوا التجار مع بعض، فكروا مين لازم يكون المحرقة، وبعد التشاور وقعت القرعة على الدليل. المسلحين قدموا الدليل ضحية والتجار كملوا المسير، بس مع الأسف تاهوا بالصحراء، وكانت النتيجة انه كلهم صاروا ضحايا بالرمال المتحركة. زوادة بتقلي وبتقلك، عدروب الحياة منتعرض لمحن، لتجارب وخيارات كتيرة. نيالنا لما منختار الخيار الصحيح يلي من خلاله منكمل الدرب ومنوصل على الملكوت السماوي. والله معكن. زوادة اليوم. ثلاث دقايق يومية، الصبح وعشية. زوادة اليوم من صوت المحبة.